السلام عليكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر من قناة العيون. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار الذي يقوم بزيارة رسمية للبيرو على رأس وفد مغربي هام أمس الثلاثاء بقصر مؤتمرات في ليما، أجرى محادثات مع الوزير الأول البيروفي السيد كورنيخو. وخلال هذه المحادثات التي جرت بحضور سفيرة المغرب السيدة أمامة عواد، أبرز الجانبان جودة علاقات التعاون في مختلف مجالات بين الرباط وليما اللتين تخلدان هذه السنة الذكرى 50 لعلاقتهما الدبلوماسية التي تم إرساؤها سنة 1964. من جانب آخر، اغتنم وزير فرصة انعقاد اللقاء لإطلاع مخاطبه البيروفي على تطورات قضية الوحدة الترابية للمغرب. اهتمام وتأكيد كذلك باللي الموقف الثابت لجمهورية البيرو حكومة وبرلمانا ومؤسسة لدعم المسار التفاوضي ولدعم كذلك الوصول إلى حل سياسي يأخذ بعين الاعتبار بالطبع الوحدة الوطنية ويأخذ بعين الاعتبار كذلك سيادة المغرب. في شأن الحقوق، فضح المغرب أمس الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف تناقضات صارخة للجزائر حول حقوق الإنسان التي تزعم الدفاع عنها في الصحراء، في الوقت الذي تمارس فيه قمعها في مناطق القبائل وغردايف وفي مخيمات تندوف. وصرح القائم بعمل المغرب في جنيف السيد حسن البوكيلي أمام المجلس أنه بعد جدي ولا محيد عن لحقوق الإنسان في منطقتنا، والذي يتعين على مجلس حقوق الإنسان أن يوليه اهتماما خاصا. وكان الدبلوماسية المغربية رد على مداخلة للوفد الجزائري خلال مناقشة بشأن تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا والذي تطرق للوضع في الأقاليم الجنوبية للمملكة. في شأن التربوي، تم مساء اليوم إعلان نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا لسنة 2014. وحسب إحصائيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للعيون، فقد بلغت نسبة النجاح 39.87% بالنسبة للتعليم العمومي و 56.19% بالنسبة للتعليم الخاص. أما الأحرار فقد بلغت النسبة 14%. أجواء الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا من ثانويات حي القسم التأهيلية مع محمد نوار والصالح الرقيبي والمحجوب كزيزة. وأخيرا انتهت حالة الترقب والانتظار التي عاشها عدد من طالبات وطلاب ثانويات حي القسم من مدينة العيون، فقد تم عشية اليوم الكشف عن نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2014. نتائج مهمة حققها العديد من الطلاب، ولعل الملفت للنظر هو تراجع نسبة النجاح مقارنة بالسنوات الماضية نظرا لتراجع ظاهرة الغش في الامتحان، وكذلك تفوق الفتيات كما جرت العادة على الفتيان في نتائج الامتحان. نتمنى النجاح كل اللي عنده استدراكية، والحمد لله معبي على فرحتنا، ونتمنى التوفيق للجميع، ويا رب سهل على ذلك اللي عنده استدراكية، وإن شاء الله نتمنى الخير النجاح الحمد لله. هناك إدراك تام من طرف الوصيين على قطاع التربية والتعليم بأن هناك عدة إكراهات، وتم حقيقة يعني محاولة إيجاد الحلول لهذه الإكراهات وإعطاء مجموعة من المقترحات. كما ترون حقيقة بالنسبة لهذه المؤسسة التي تتواجدون فيها، هي مؤسسة الثانوية التأهيلية حي القسم، تشاهدون على أنه تقريبا أغلبية الحضور هنا تبدو علامات الفرح، بصمات الفرح على وجوههم. بطبيعة الحال أجواء الامتحان جرت في ظروف جد إيجابية، وهذه الإيجابية بطبيعة الحال انعكست على النتائج التي ولله الحمد كانت هنا بالنسبة لثانوية حي القسم جد مرضية، سواء بالنسبة للتلاميذ الذين تمكنوا من النجاح بطبيعة الحال بالميزة، أو حتى بالنسبة للمستدركين الذين سوف نعول عليهم في الدورة الثانية لكي يرفعوا نسبة النجاح. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أنهت إلى علم كافة المترشحات والمترشحين للامتحان الوطني أنه بإمكانهم الاطلاع على نتيجة الامتحان عبر الانترنت على بوابات إلكترونية متوفرة للجميع.
إلى الداخل حيث احتضنت قاعة الاجتماعات بولاية الجهة اجتماعا ترأسه والي جهة خصصة للتشاور حول المؤشرات البيئية والتصديق عليها ضمن دراسة التقييم البيئي المندمج للجهة. الاجتماع تضمن تقديم أهداف ومضمون هذه الدراسة وأولى نتائجها، كما تم الوقوف على بعض التحديات البيئية المطروحة. في المتابعة غالي القرحي ومحمد يداس. التشاور حول المؤشرات البيئية والتصديق عليها لتتبع الحالة البيئية بالجهة عنوان هذا الاجتماع الذي يأتي لدراسة التقييم البيئي المندمج لجهة وادي ذهب القويرة والذي يشرف عليها المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة. اجتماع تضمن تقديم عدة كلمات وعروض نوهت بالرصيد البيئي المهم الذي يميز هذه المنطقة وسبل الحفاظ عليه في أفق إعداد استراتيجية مندمجة لهذا الغرض. في هذه الورشة سنقوم بتقديم النتائج الأولى لدراسة التقييم البيئي المندمج بجهة وادي الذهب القويرة، والتي من خلاله سنقدم النتائج الأولية المتعلقة بتحديد المؤشرات والمعطيات اللازمة لتتبع الوضع البيئي بالجهة، والتي ستمكننا من بعد ذلك من وضع نظام معلومات الجهوية حول البيئة والتنمية المستدامة، وكذلك إعداد التقرير الجهوي حول البيئة بالجهة. تأتي هذه الورشة في إطار دراسة التقييم البيئي المندمج بالجهة التي يشرف عليها المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة. هذا المرصد الذي تم إنشاؤه اتفاقية شراكة بين الولاية والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة والمجلس البلدي لمدينة الداخلة. ومن بين الخطوات المتخذة على صعيد الدراسة إحداث لجان موضوعاتية تسهر على تتبع الوضع البيئي بالجهة وخلق شبكة لتحصيل البيانات وتحديد نقاط الاتصال. الاجتماع كان مناسبة للتذكير أيضا بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين للارتقاء بالوضع البيئي والثقافة البيئية، ومن أهم المشاريع المنجزة على هذا الصعيد مشروع المطرح البلدي ومكب النفايات البحرية بالإضافة إلى الحزام والمناطق الخضراء. مساحه هذا المرصد هون احنا بالنسبه لنا هذا المرصد نعتبروه على انه بادره حسنه، اول مره عند المرصد هون في الداخل، وهذا مهم في حد ذاته لانه احنا هو قد نتم نتعاملوا في هذا الاطار وفي اطار الدراسات وفي اطار الملاحظات وفي اطار ياسر من الامور اللي تهم البيئه. وعلى كل حال من ساعه خلقت هذه الندوات للبيئه عادت تطور الوضع شوي. هذا المرصد طالبنا به، وهو اللي من أجله كان هذا الاجتماع، ونعتقد أن جميع المعطيات منقبضة بعين الاعتبار، وهذا كامل على كل حال المرجو منه هو بيئة سليمة في جهة سليمة. وقد تميز هذا الاجتماع بفتح نقاش موسع حول المشاكل البيئية بالجهة والتذكير بضرورة اشتراك فعال للمجتمع المدني في المخططات البيئية، كما تم تخصيص جزء من الورشة للتشاور حول المؤشرات المقترح اعتمادها خلال هذه الدراسة. في شأن الاجتماع وفي إطار الأنشطة الموازية لمهرجان قوافل بسيدي إفني، نظمت حملة إعذار استفاد منها العديد من الأطفال الذين بلغوا سن الختان. عملية بادرت إلى تنظيمها جمعية الأمل للنساء المطلقات والأرامل بسيدي إفني. في المتابعة حافظ محضر عبد الرحيم حاجي. عملية إعذار جماعية تستهدف العديد من الأطفال المتحررين من أسر فقيرة. التفاتة اجتماعية جاءت كمبادرة من جمعية الأمل للنساء المطلقات والأراملة في مسعى لإسعاد الأسر المستفيدة واقتسام فرحة هذه المناسبة معهما. هذه بادرة طيبة كتقوم بها جمعية الأمل للنساء المطلقات والأرامل بسيدي إفني، وحنا كنشكرهم بزاف على هذه المبادرة حيث كيساعدوا فيها الناس اللي ما فحالهمش. كنشكر هذه الجمعية ونشكر الإخوان اللي مسيرين الجمعية، والله ينصر سيدنا. استفدوا منها نساء أبناء النساء المطلقات والأرامل، وهذا كيجي في الأنشطة الاجتماعية ديال الجمعية اللي كتخصصها الأبناء ديال المنخرطات ديالنا. مساعدات غذائية وألبسة وزعت على الأطفال الذين استهدفتهم هذه العملية ذات البعد الإنساني. عملية تأتي في سياق الفعاليات الاجتماعية المتضمنة ببرنامج مهرجان قوافل سيدي إفني في نسخته الخامسة.
في موضوع آخر، وبمركز أخف النيرة القروي، نظمت كل من شبكة وحدة وتواصل جمعية سلامة الطرقية بالصحراء وجمعية حماية التراث والبيئة والخدمات الاجتماعية بأخف النير، نظموا خيمة سلامة الطرقية والتي تضم عديد الأروقة التي تعرف بضرورة احترام قوانين السير وكذا الانخراط بشكل إيجابي ضمن برامج سلامة الطرقية. محمد المصطفى خي ومحمد مشنان معهم المزيد. خيمة سلامة الطرقية بأخف النير كانت مناسبة لتنظيم فضاء حلبة التربية على السلامة الطرقية للأطفال لإطلاعهم على ضرورة الانتباه أثناء قطع الطريق وكذا الالتزام بالإشارات المتواجدة على الطريق. هي مناسبة نظمت خلالها أيضا عديد الأروقة والتي تهم المنتجات المحلية والتراث الشعبي الصحراوي. الحضور ديالنا هنا جا باش يدعم هاد التظاهرة اللي هي عندها علاقة بالسلامة الطرقية، وحنا ايضا في هذا الاطار تنأطر شبكه الذكرى، تتأطر جميع مراكز الفحص التقني في المنطقه كلها من باب الصحراء من جنب الى الداخله. في هذا الاطار ايضا الحضور ديال الناس يجي باش يدعم هذه الانشطه، وايضا باش يعبر عن مدى العلاقه ما بين الفحص التقني الجيد ومؤشرات السلامه الطرقيه. تنظم عمليه تواصليه مباشره تستهدف جميع فئات مستعملي الطريق. هذه العملية أطلق عليها اسم خيمة السلامة الطرقية، تهدف بالأساس إلى إشراك أولا المجتمع المدني في عمليات السلامة الطرقية، توعية وتحسيس مختلف فئات مستعملي الطريق بأهمية احترام قانون السير. وتتوخى الجهات المنظمة لخيمة السلامة الطرقية بأخف النير بإقليم طرفاية، وهي شبكة وحدة وتواصل لجمعيات السلامة الطرقية بالصحراء وجمعية حماية التراث والبيئة والخدمات الاجتماعية بأخف النير، إطلاع مستعملي الطريق الوطنية رقم 1 على ضرورة الالتزام بقانون السير وكذا مراعاة مخاطر الطرق بالموازاة مع انطلاق العطلة الصيفية. ونتمنى إن شاء الله هذا الأسبوع وهذه الأيام تكون نعود وصلنا الرسالة. هذه خيمة السلامة الطرقية جاءت على الطريق الوطنية رقم 1 العابرة جماعة أخف النير، وسميناها خيمة السلامة الطرقية لأن كنشوفوا أول الخيمة كتراث، ثانية نشوفوا نبلغوا رسالة كذلك على الطريق الوطنية لأنها طريقة عابرة إلى إفريقيا. الهدف منها هو أننا نتواصل مع جميع مستعملي الطريق اللي كيمروا عبر الطريق الوطنية رقم 1 من خلال واحد المجموعة ديال العمليات وخدمات مجانية، من بينها التواصل المباشر، تقديم وسائل ديال السلامة الطرقية، عمليات ديال قياس ضغط العجلات، عمليات ديال قياس صحة ديال الأضواء. ستستمر فعالية خيمة السلامة الطرقية بأخف النير إلى غاية 30 من يونيو الجاري، وهي مناسبة للوقوف على عديد الإكراهات والمشاكل التي يعانيها القطاع. رياضيا، اختتمت بطنطان فعالية التظاهرة الرياضية أبطال الحي المنظمة من طرف وزارة الشباب والرياضة بمشاركة قياسية من طرف أبطال مختلف أحياء المدينة. المباراة النهائية حضر عامل الإقليم وشخصيات مختلفة ودارت في أجواء ميزتها المنافسة القوية والندية، وأفرزت فوز فريق شباب الوطية في إقصائيات الجهوية بكليميم. عمر ميارة وعبد الرحيم حاجي. بلغ دوري أبطال الحي بطنطان مرحلة النهاية، والمنظم من طرف وزارة الشباب والرياضة بعد أن استوفى برنامجا حافلا بالمباريات لفئة الأطفال من مختلف الأحياء. أجواء المباراة النهائية انطلقت بإعطاء عامل الإقليم انطلاقة المباراة التي جمعت بين فريقين يمثلان كل من مدينة طنطان والوطية، والتي دارت في أجواء من المنافسة ميزها المستوى الجيد والندية في شوطين عرف التكافؤ في الأداء والنتيجة طيلة نصفي المباراة، والتي لم تحسم سوى بالركلات الترجيحية، والتي هي الأخرى لم تعلن عن بطل الدوري سوى بعد فصول من التشويق والإثارة لتعلن أخيرا البطل المؤهل لمدينة كليميم. موعد جهوي سيفرز البطل ضمن تظاهرة أبطال الحي، والذي سيمثل جهة كليميم الصبرة ببوزنيقة ضمن المرحلة الأخيرة والمنافسات الوطنية. فرحاني بالتأهل ديالنا، كنتمناو إلا مشينا كليميم نبقاو هكا إن شاء الله، نستمروا هكا، علاش لا نديو البطولة تاحنا، وحنا كنبقاو فرحانين حيت ربحنا هذا الفريق، وهو كان فريق صعب ولكن حنا قدرنا نتغلبوا عليه. واخا الخساره كان ماتشات زوينين، كانت الدوري هذا عنده المراعين ديالو وقدو مزيان، لعبنا فيه مزيان، واخا الخساره مي مزيان داكشي صامرش، لعبنا مزيان، هذيك هي الكره، فيها الخساره وفيها الربح. نعتقد على اننا حققنا الجزء الاول من الهدف ديال ابطال الحي على مستوى اقليم طنطان، وهو اختيار
مجموعة من العناصر التي ستقول إن شاء الله كلمتها غدا، وسنقدم يعني قاعدة عريضة للجمعيات الرياضية المحلية. لازلنا مستمرين في التنقيب عن المواهب من خلال أبطال الحي ومن خلال فرق الأحياء. نحن جد مرتاحون للمستوى الذي ظهر به أكبادنا، فلذات أكبادنا هذا اليوم وفي كل يعني البطولة، سواء على مستوى طنطان أو على مستوى الوطية. ختام التظاهرة أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له على تتويج الفريق البطل ثم الوصيف والفرق الفائزة في هذه التظاهرة من مختلف الفئات. الآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بجديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس في تقرير لمحمد نوار. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غدنا الخميس من يومية أخبار اليوم المغربية التي سلطت الضوء كباقي الصحف على نتائج امتحانات البكالوريا التي جرى الإعلان عنها اليوم بجميع المؤسسات التعليمية بشمال وجنوب المملكة. وكتبت اليومية: أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن عدد الناجحين في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا دورة يونيو لهذا العام بلغ 156,429 يتوزعون بين شمال وجنوب المملكة. وذكرت أخبار اليوم المغربية بأنه تم تسجيل بذلك ارتفاع ناهز 6.4% مقارنة مع الموسم الماضي. من جهة أخرى، تجاوز عدد التلاميذ الذين لم يوفقوا في الدورة العادية والمرشحين للدورة الاستدراكية 176,000 بنسبة 44.3% من عدد المترشحين الحاضرين في الدورة العادية على أن يجتازوا الدورة الاستدراكية أيام 8 و19 يوليوز القادم، فيما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الامتحانات مباشرة بعد المداولات الخاصة والتي ستجري يوم 18 يوليوز القادم. يومية المساء كتبت في عددها الصادر يوم غد الخميس بأن وزير الصحة الحسين الوردي عاد لتحذير الحجاج والمعتمرين المغاربة من فيروس كورونا، ونصحهم بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من نقل هذا الفيروس إلى المغرب مع عودتهم للبلد. وذكرت المساء بأن الوردي طالبهم بضرورة التقيد بالإرشادات وذلك باتباع النصائح والمعلومات الموضوعة رهن إشارتهم في المطويات التي تسلم إليهم في المطارات قبل مغادرتهم أرض الوطن، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين واعتبارا لالتزام المغرب بتفعيل اللوائح الصحية التي تحث البلدان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تحديات الصحة العمومية المرتبطة بالأمراض السارية من قبيل عدوى الفيروس كورونا. وتماشيا مع أصدرته وزارة الصحة السعودية من اشتراطات صحية للقادمين لأداء مناسك الحج والعمرة، كما أوصى وزير الحجاج والمعتمرين المغاربة بالاستعانة في أماكن الازدحام بالأقنعة الواقية المسلمة لهم من طرف مصالح وزارة الصحة في المطارات والتي تساعد بشكل كبير على تجنب المرض باتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بشروط النظافة العامة والنظافة الشخصية التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من الأمراض. يومية الأخبار تطلعنا في عددها الصادر يوم غدنا الخميس بأنه تم توقيف أسرة تنحدر من مدينة غليميم كانت ترغب في الهجرة السرية إلى الجارة الشمالية إسبانيا، وتم توقيف العائلة المشتكلة من 4 أشخاص خلال عملية تفتيش باخرة كانت متوجهة من ميناء طنجة المتوسط صوب الجنوب الإسباني. وكشفت الأخبار أن العائلة التي تم توقيفها صعدت الباخرة بأوراق سفر مزورة من خلال تسهيل عملية صعودهم من قبل وسطاء. وذكرت اليومية بأنه تم يوم أمس تقديم جميع الأظناء المتورطين في الهجرة السرية أمام أنظار النيابة العامة في حالة اعتقال. ومن يومية صحيفة الناس نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس، وكتبت: طالب مهنيون بقطاع الصيد في لقاء جمعهم صباح يوم أمس الثلاثاء بممثلين عن وزارة الصيد والمعهد الوطني للبحث العلمي برفع الكوطة المخصصة لصيد الأخطبوط خلال الموسم الحالي، معتبرين أن المعايير العلمية التي اعتمدتها وزارة الصيد البحري في تحديد هذه الحصة لم تكن دقيقة في تقييم أهمية الوفرة التي يشهدها مخزون هذا المنتوج البحري. أوضحت صحيفة الناس أن المتحدثين خلال اللقاء كشفوا أن المهنيين لا ينتقدون الكوطة المحددة لهم من طرف الوزارة، إلا أنهم يرون أن الشروط التي أنتجتها جاءت في ظرفية معينة سرعان ما تغيرت بعدما تأكد بأن مخزون الأخطبوط يشهد تحسنا يسمح بإعادة النظر في حصة الكوطة. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم سويلم الإبراهيم والحواس عن سن تناهز 81 سنة. المرحوم ينتمي لقبيلة أزوافيط.
كما انتقلت إلى رحمة الله المرحومة فاطمة لمين مثل لمين زوجة المرحومة المقاوم هرباز محمد عن سن تناهز 72 سنة، مرحومة تنتمي لقبيلة صبوية. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة عائشة مت عمارة عن سن تناهز 73 سنة، فقيدة تنتمي لقبيلة أيت مسعود. تغمد الله الجميع بوسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهما الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بحالة الطقس المرتقبة ليوم غد، حيث ينتظر أن يكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال هبوب زوابع رملية من المحتمل أن تهم داخل الأقاليم الجنوبية. فيما يخص درجات الحرارة ستتراوح الدنيا ما بين 14 درجة بكلتا الزمور و 26 درجة بطاطا. بينما ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 37 درجة بطاطا و 23 درجة بسيدي فني. حرس البحر بالواجهة الأطلسية، سيكون البحر هيجان إلى قوي الهيجان ما بين كابتيم وطنطان وإيجان جنوب طنطان. شروق الشمس بالعيون سيكون بحول على الساعة 7 صباحا و4 دقائق وغروب على الساعة 8 مساء و46 دقيقة. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة ستصل إلى 25 درجة بالرباط، 42 درجة بنواكشوط، 30 درجة بباماكو، 36 درجة بنواذيبو، 36 درجة بزويرات، 41 درجة بأطار، 45 درجة بالرابوني و34 درجة بتندوف. نهاية هذه النشرة، ونذكركم أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعة على موقعنا على الإنترنت snft.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي لشؤون الصحراوية كوكاس.com. ويمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون أو هاتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. وغدا على الساعة 4:15 ستكون معي عدد هذه النشرة على قناة المغربية. شكرا لكم أينما كنتم وفي أمان الله. استراتيجيات من أجل ترويج وحفظ جيدين للتراث المحلي والجهوي. موضوع نقاش الورشة الثانية التي تدارست سبل وإمكانيات وضع مخططات تعرف بالتراث لتجعله محور التنمية حتى تتمكن الأجيال القادمة من الحفاظ عليه، فضلا عن واجب وانخراط المؤسسات العمومية والحرة في المساهمة لحفظ وتسجيل العلامة الخاصة بالتراث المحلي والجهوي. الورشة اللي نشطانا دارت على استراتيجيات الحفاظ وترويج هذا التراث والموروث الثقافي، واللي بين التوصيات اللي غادي نقراوهم دابا اللي خرجنا نختصرها، اولا في دمج جميع الفاعلين في هذه العمليه ديال الحفاظ وترويج الموروث الثقافي، فاعلين محليين، فاعلين مهنيين كينتميوا للسمع البصري ايضا، وايضا يعني الى الهامية الجانب الفني، لان باش ما يبقاش يعني هذا الموروث الثقافي حصير وحبيس يعني يعني منهجيه اكاديميه، خاص يعني نوصلوه للمشاهد والمتلقي اولا في المغرب وثانيا ايضا في العالم، لان دابا مع العولمة وحتى بإيماننا القوي بأن الموروث الثقافي وهذا
وهذا يعني التراث هو تراث يعني إنساني عالمي. هذه الورشة تهدف أساسا إلى إعداد استراتيجيات من أجل الحفاظ على هذا المولود. كنعرفوا بلي المولود الثقافي هو مولود مهم، ومن أجل الحفاظ عليه خاص التوعية خصوصا الشباب. الهدف من هذه الورشات هو الخروج بتوصيات لتتمين المورود والحفاظ عليه من اندثار، وكنحاولوا من خلاله أيضا نخرجوا باستراتيجيات، نلقاو بعض الاستراتيجيات الكفيلة بحفظه من الضياع، خاصة في عصر التكنولوجيا وتأثيرات الثقافات الخارجية. العمل على التعريف بالمورود الثقافي والحفاظ عليه قد يكون بوابة لخلق تنمية مستدامة في جميع القطاعات. الثقافة جوهر أساسي على مستوى النماء والبناء الاجتماعي والثقافي، فالتنمية تبنى على أسس عدة محورها الرئيس الفرد والمجتمع من خلال المنطلقات السيكولوجية والمعطى الاقتصادي والاجتماعي ليحصل التعايش وتذوب كل الفوارق. المكون الثقافي هو مكون أساسي من منطلق رئيسي وهو جوهري في شخصية الإنسان الذي يسعى باستمرار إلى التقدم وتحديد تغير إيجابي على مستوى الشخصية وعلى مستوى التنمية، سواء من المجالية المحلية أو الوطنية أو الإقليمية والجهوية. مدينة سيدي إفني متحف مفتوح يتمتع الزائر بأشكال هندسية لبنايات عمرت طويلا كان المستعمر الإسباني قد أنشأها، تعايش منذ عهد بعيد بين ثقافة عربية أصيلة وثقافة أوروبية أثرت بشكل أو بآخر على نمط عيش الساكنة المحلية. اللي كنلاحظ يعني من خلال يعني بعض المقابلات اللي درت مع الناس يعني الساكنة ديال سيدي إفني، الناس الأصليين بالضبط، كنلاحظ بأنهم باقي يعني محافظين على ديك الثروه ديال يعني اللغه الاسبانيه. يعني اون فوا واحد كتهضر معاه كتلقى واحد اللي هو يعني انسان يعني مسن، وكي كتلاحظ بان باقي حاضره عنده ديك الثقافه الاسبانيه باقي حاضره عنده. المآثر التاريخيه في المجال العمراني بسيدي إفني قيمه مضافه وجبت العنايه بها واستثمارها خصوصا في الجانب السياحي. النسخة الخامسة من مهرجان قوافل سيدي إفني عرفت توافد عدد كبير من الزوار والسياح من جميع الأقاليم وخاصة المجاورة منها للمدينة. بنيات تحتية سهلت إيواء هذا العدد الكبير من الزوار، وحدات فندقية وصلت أقصى طاقاتها الاستيعابية، هي خدمات ومرافق تعطي للمنطقة قيمة مضافة وتساهم في الجلب السياحي. المهرجان هذا كيكون ايامات كلها مليئه، يعني الفندق يكون مليئ على اخره، بالعكس الناس اللي كيجيو كيبغيو باش يحضروا لنا هذا المهرجان اللي يحضروا ليه كل سنه ما كيلقاوش فاش يعني فاش يكونوا ناعسين وفاش ينعسوا فاش يعني واحد نقص كبير، ولكن هذا الشيء وهذا المهرجان كل عام كيتزيد. الحركه ديال هذه الايام ديال الموسم ديال القوافل كيكون دائما هو مختلف على النهارات اخرين، لان في هذا الوقت كيجيو الناس مثلا الزوار الداخليين لسيدي إفني، ولكن حنا يعني هذه الحركه ديال هذا المهرجان ما قدناش، خصنا حنا نزيدوا لقدام ونزيدوا، وخصنا بزاف، بان المدينه خصها باقي مازال عندها المؤهلات، ولكن مازال خصها البنيه التحتيه. التعريف بالمؤهلات السياحية عبر الملتقيات والمهرجانات قد تساعد الاستثمار في المجال السياحي باعتباره إحدى مؤهلات المنطقة. دخان متصاعد قد يعتقد البعض أنه حريق، إلا أن حقيقة الأمر غير ذلك. مشاوي لسمك السرديني وحركة غير اعتيادية بهذا المكان
مقاهي شعبية تقدم وجبات لزوار المدينة. مهرجان قوافل خلق رواجا تجاريا ملحوظا من خلال هذا العدد الكبير من الوافدين على سيدي إفني. أنا جيت من جيش شكايت باع من جيت هنا ديما كنجي هذا الموسم ديال إفني. كيعجبني هذا الموسم، كيكون واحد الجو زويون عائلي. المهم كنجيو اولا كناكلو هنا بعد السردين ديال إفني حيت معروفه بالحوت. وبكل صراحه يعني الاجواء انا هائله، عجبتني بزاف، ولا سيما هذا المجمع هذا اللي كيجمع واحد المجموعه ديال الشرائح ديال المغرب من جميع الانواع ديال من جميع الانحاء ديال المغرب. والمناسبة راه كتعرفوها بان كاين هذا الموسم هذا، وكنستغلوا الفرصه باش ناكلوا هذا السردين ديال هذه المنطقه اللي هو شويه وهذا والطواجن وكذا الى اخره. احنا جينا من مدينه الدار البيضاء في المهرجان ديال الدور الخامس ديال القوافل، والنقطه اللي كتجمع الناس كلهم في هذا السوق هذا ولا في هذا المارشي هذا هو السمك، وخصوصا السردين. يعني السردين كيبقى واحد الاكله الشعبيه معروفه في المغرب كله هو، وهذه فرصه هنا جينا نتقاسموا مع الناس ديال سيدي إفني وجميع الناس اللي كيجيو من المغرب كله وحتى من خارج الوطن، هما كيجيو هنا باش ياكلوا الوجبه ديال السردين في هذا السوق هذا. فبحال هذه المناسبه مزيانه كتحرك الحركه شويه، وكيكون البراني والناس كتجي تزور من البلاد، ومن غير المناسبه الوقت شويه وصافي. انتعاشة اقتصادية تعرفها أيام المهرجان، خلقت جوا من التآلف بين الزوار بالجلوس جنبا إلى جنب كعائلة واحدة لتناول وجبات تختلف باختلاف الأذواق. تثمين المنتجات المجالية وخاصة مادتي العسل وزيت أرغان تفتح أبوابا كبيرة أمام التعاونيات والجمعيات من أجل بذل قصارى جهدهم للعطاء. معرض يقرب المنتجات الفلاحية من كل زوار النسخة الخامسة من مهرجان قوافل، وخاصة مادة العسل التي تعرف إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان. تعطينا التسويق، استفدوا منها التسويق ونستفدوا لتنمية المنطقة. المعارض هي فرصة لاكتشاف زبناء وربط علاقات وتسويق منتوج، يعني كوننا كتعاونيات مبتدئة وكون تعاونيات اللي هي يلا بادية في الميدان ديال النحل، هي غادي يعطيها واحد القيمة مضافة باش تعرف وتعرف المنتوج ديالها أكثر. زيت أرغان قيمة غذائية كبيرة يعرف انتشارا واسعا من خلال برامج التعاونيات والجهات المشتغلة عليه. بالنسبة للمهرجان هذا خامس دورة كنشاركوا في مهرجان قوافل سيدي إفني اللي صبح من بين المهرجانات المعروفة على الصعيد الوطني، كيشكل لنا فرصة أننا نعرفوا بالمنتوج ديالنا وبالمنتوج خاصة ديال التعاونية ديالنا، والمنافسة بما بين التعاونيات نشوفوا الجديد ونعرفوا بالمنتوج ديالنا في هذا الرواق. معرض المنتجات الفلاحية جسر تواصل بين التعاونيات والجمعيات والزبناء، يهدف إلى تطوير المهارات عبر الاحتكاك بخبرات تنوعت شكلا ومضمونا. أسدل الستار على النسخة الخامسة من مهرجان قوافل فقرات متنوعة ميزت هذه الدورة، إضافة إلى معارض وفضاءات للأطفال وسهرات فنية، حصيلة يرى فيها المنظمون تحقيق عدد كبير من الأهداف المسطرة. نعتقد على أن مهرجان قوافل في دورته الخامسة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حققنا من خلال هذه الدورة الأهداف المسطرة، إذ تمكنا من جلب أكبر عدد من زوار المدينة، فكل أنشطة المهرجان عرفت حضورا جماهيريا مهما. المعرض الاقتصادي والاجتماعي عرف عدد كبير من زوار طيلة أيام المهرجان، كذلك السهرات الفنية المنظمة في إطار فعاليات المهرجان عرفت حضورا قياسيا في كل السهرات، خاصة سهرة عادل الميلودي والسهرة المتعلقة بالفنان مسلم ومسماهر. إذن أعتقد على أن المهرجان
حقق هدفه في جلب أكبر عدد من الزوار وبالتالي خلق حركة ورواج اقتصادي بالمدينة. في الحقيقة واحد المهرجان عجبنا مزيان، مهرجان مزيان في المستوى، تنظيم في المستوى تاع هو، الحركة ديال لي باسون بزاف والناس جاوا بزاف. تبارك الله، حنا جينا اليوم من مدينة العيون، عندنا جينا نحضروا هذا الموسم قوافي الخمسة، وتبارك الله عجبنا وزين هذا الشيء اللي عندنا تبارك الله اليوم، وتبارك الله زين تبارك الله. جو مزيان، ديما كنجيو الموسم ديال سيدي يفني، حنا جينا بالصربه ديالنا جمعية تيزنيت. هاد العروض الفروسية دازت مزيان، والبراعة ديال هاد الرجال دازت مزيانة. الحمد لله كيعجبنا كل عام، الحمد لله كيتزاد كيتزاد بسميتو ماشي بالقياس، كيتزاد بزاف الحمد لله. حنا كنجيو من بعد على حساب هذا الموسم اللي كيعجبنا، وهنا بلادنا الحمد لله ديما الخير اللي قدام ان شاء الله. زينه تبارك الله، ولعبهم زين، وجينا مالي نتفرجوا فيهم، هذا كامل زين. الخيل لعبهم زين، المهرجان زين، وكامله زين الحمد لله، والساكنه زينه حتى هي. من احسن شيء في هذا المهرجان يطبور هذا، وكنحضر سنوي لهذا المهرجان من مدينه قلميم. تبارك الله يا ربي، كاين هنا الطبوريضه ثلاث ايام هذه، وكاين النشاط، وكاين وجالس اسمو مزيان. الطبوريضه في سيدي يفني راه مليح، والناس فرحان، فرحين الناس بزاف بزاف. هذا شيء جميل، يعني حاجه جميله جدا. وبالنسبه للقوافي الخمسه كل شيء، الفولكلور والطبوريضه وكل شيء مزيان. مهرجان قوافي، المهرجان جيد بجميع المقاييس الحمد لله. وبالنسبه لمدينه إفني زايده في التقدم، ومهرجان كاينين فنانين كبار بحال مسلم، سعيده شرف، رشيده طلال، كاين المغني الحمد لله. والمهرجان ماشي الاحسن، افضل الحمد لله، ونتمنوا لهذه المدينه غير الافضل ان شاء الله. هذا المهرجان جاني في المستوى زوين، والصراحه هذه ثالث مره كنتفرج فيه، وخصوصا هذه الساره هذه بحضور الفنان ديالنا مسلم، وكنقولوا ليه حنايا كنبغيوه وعاش الملك. عجبني بزاف، فيه بزاف ديال المغنيين، وبزاف عجبوني بزاف المغنيين ديالهم، واول مره يديروا هاد الالعاب. مرحبا بالجمهور، مرحبا بالناس، ومهرجان زوين، ومدينه إفني مدينه سياحيه وزوينه، ونتمنى تزيد تطور على هادشي اللي فيها كثير بزاف. كاع هاد النسخه الخامسه للمهرجان سيدي إفني هي نسخه جيده، نسخه تعطي الكثير من النشاط الحيوي لسكان مدينه سيدي إفني، وهي زوينه بزاف، وكنعبروا بها الفرحه ديالنا، وخصوصا فين حاضر معنا اليوم مسلم. مهرجان قوافي هاد النسخه الخامسه كانت احلى من اللي فات قبل، واليوم احنا فرحانين بزاف بمسلم، وجينا لهنا باش نتفرجوا في مسلم، وشكرا. انا كنشكر المنظمين، وكنشكر هذا الجمهور على النظام ديالو، وهذه اول مره ليا انا في إفني، ولكن فرحني بزاف، وكنتمنى انني نجي ليه مره اخرى، وكنتمنى هذا المهرجان انه يستمر، ويعني ولكم واحد يوصل لواحد المرتبه اللي هي يعني في المستوى. انا اول مشاركه ليا في سيدي إفني وهاد السنه، ونتمنى ما تكونش اخر مشاركه. والحاجه اللي زعما كتفاجئ بها هو الجمهور الغفير اللي جا، وهاد هاد زعما حدث كبير في سيدي إفني، ونتمنى ان شاء الله غادي نكون في حسن ظن الجمهور الكريم. ورأيت بالعمران قول لحمه خماتي
عبر أرجاء الساقية الحمراء تابع أمد رحلاته ليتوغل رفقة أحد الشغوفين بالحياة في البراري داخل أراض تبدو ظاهريا خالية من الحياة، إلا أنها في الحقيقة تمثل وسطا بيئيا يلائم عيش الكثير من الكائنات. ميشيل آيمريش فرنسي مزداد بالمغرب، استهوته البرية المغربية فعزم على إنجاز مرجع يتضمن كل زواحف المغرب بل كل حيواناته. تجربتي بالمغرب هي أن الأغلبية الساحقة من الناس يعتقدون أن كل الثعابين خطرة وكلها سامة، خاصة بالصحراء، فإنه الاعتقاد السائد. لدينا 25 نوعا من الثعابين بالمغرب، حوالي 18 نوعا منها مسالمة، أما الأنواع السبعة الأخرى فهي سامة وليست منتشرة في كل المغرب. لكن ليس من بين الثعابين الموجودة بالمغرب تعبان قد يأتي لمهاجمتي لأنه لا يعتبرني فريسة بل عدو، إذن فسيخاف مني ويهرب، وإذا ما اقتربت منه لأمسكه أو أدوسه فسيحاول لذغي دفاعا عن نفسه، ذلك إن أردت فعلا إيذاءه. لقد حدث أن اقتربت بنحو 20 سنتيمترا من أفعى قرنية مندسة وسط الرمال وصوبت نحوها آلة التصوير لأخذ لها صورة، فلم تحاول أن تنقض على آلتي لعضها. أنا لا أستثني وقوع حوادث، لكني أقول أن تلك الحوادث تحدث في ظروف معينة وأن الثعابين لا تلحق أحدا لعضه، ذلك لا يحدث أبدا، وإذا ما روى أحد ذلك فليس إلا هراء. هذه الحلقة تقربنا من الثعابين التي تعيش هنا بالصحراء المغربية وتعرفنا على بعض الأنواع الخطيرة منها والمسالمة وعلى حياتها ونمط عيشها. أشارت بعض الأحافير المكتشفة في بقاع مختلفة من العالم أن الثعابين قد وجدت على وجه البسيطة ما بين 90 و 150 مليون سنة، وأنها كانت تتوفر على أرجل تلاشت مع مرور الزمن ليتم الاستغناء عنها نهائيا. منذ القدم اهتدى الإنسان إلى التعامل مع هذا الحيوان المخيف الغامض وأدخله عالمه الروحي بشعور لا يدري كنهه، أحاطه بهالة من التقديس واعتبره رمزا للشهوة وقوة الغريزة. لقد كان شعب المايا كالملوك الأفارقة القدامى يدعون أن أجدادهم من نسل الأفاعي، وكان هنود أمريكا الشمالية الحمر يعتقدون أن آلهة السماء أفاع قدمت للتزاوج مع نسائهم. أما معبد أسكليبيوس إله الطب لدى الإغريق والذي ترمز إليه الأفعى المقدسة فقد كان من أشهر أماكن الحج في العصور القديمة، حيث كان يؤمه المرضى لالتماس الشفاء والتعبد أوقات الأوبئة والأمراض، لتصبح الأفعى الملتفة حول العصا رمزا لنقابة الأطباء ورابطتهم فيما بعد.
الثعابين حيوانات فقرية من رتبة الثعبانيات، تضم حوالي 2700 نوع، منها نحو 54 نوعا ينفث سما قاتلا. بأوروبا يعيش حوالي 27 نوعا من الثعابين، بينما يحضن المغرب لوحده قرابة 25 نوعا تنتمي إلى 5 فصائل. ثعبان الرمال هذا ثعبان غير سام، يشغل حيزا كبيرا من المغرب. نهاري رشيق سريع الحركة، يعيش بالطبقات البيومناخية الجافة وشبه الجافة والصحراوية. قناص ماهر يمكنه تسلق الأشجار لاصطياد الطيور، لكنه يتغذى أساسا على السحالي. قف، انظر هناك، تمهل تمهل، هناك ثعبان يلتهم. ماذا؟ إنه ثعبان الرمال يبتلع قاردا صغيرا. لقد أمسك به من رأسه، إنها فريسة كبرى بالنسبة لعنقه، فعنقه رقيق، رغم ذلك استطاع اتهامه. إنه يبتلعه. نعم، إنه يأكل يربوعا صغيرا. كيف يستطيع أن يسيطر على فريسته؟ عموما يطبق عليها فكيه. لست أدري كيف تفعل ثعابين الرمال، فهذه أول مرة أراها تأكل فريسة، لكن أحناش مونبوليه القريبة منها تلتف حول فرائسها فتخنقها وتحاول حقنها سما. يجب أن تبقى ممسكة بها طويلا. من غير المستبعد أن يكون هذا الثعبان قد حقن فريسته سما بعدما سيطر عليها طويلا. إنها لا تستطيع تسميمها دفعة واحدة كما تفعل باقي الثعابين السامة. فالأفاعي مثلا تلسع فرائسها وتتركها حتى تموت لتقتفي آثارها بعد ذلك، وهو ما لا تفعله هذه الثعابين التي تبقى فرائسها بين فكيها لعدة دقائق. انظر إلى هذا، يربع في بطن الثعبان. إنه ثعبان أكول، لكنه لا يأكل إلا نادرا، فالأكل غير متوفر في مثل هذه المناطق. من بين أنواع الثعابين الأكثر انتشارا بالمغرب حنش مونبوليه، ثعبان نسب إلى مدينة مونبوليه مع أنه يتواجد بكثرة خارج حدود فرنسا. يمتد مجال انتشار ثعابين مونبوليه هذه ليشمل كل شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط وشبه جزيرة إيبيريا، مرورا بجنوب فرنسا حتى إيران. تقوم هذه الثعابين بحك أنوفها على صفائح بطنها لتضع عليها سائلا تفرزه مناخيرها. فرصة سانحة تأتت لنا لتصوير هذا التصرف، نادرا ما يتأتى مثلها. يحك هذا الثعبان مناخيره على امتداد بطنه وكل أجزاء ذيله، ويحاول تلطيخها بإفرازات أنفية تحتوي على دهنيات وبروتينات وصوديوم وبوتاسيوم. هذا السائل يجف بشكل سريع ليكون طبقة شفافة تكسو كل جسمه.
خلال زحفها تحتك بطون الثعابين بالأرض، فتتفتت تلك المادة الملتصقة عليها لترصدها الثعابين الأخرى عن طريق عضو جاكوبسون، وتتجنبها تفاديا للقتال الذي سيوقفها عن التوالد. بمستوى حراري جسدي يصل إلى نحو 35 درجة، يدوم هذا التصرف حوالي 3